يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استقي الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن بحمد الله تعالى ما زلنا نقرأ بكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ كعادتنا صفحة من كتاب الله عز وجل قراءة منهجية، نوضح فيها الحروف، نوضح فيها صفات الحروف، نبين فيها الوقف والابتداء بقدر الطاقة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، اللهم آمين آمين. وصلنا في التلاوة أيها الإخوة إلى الصفحة 191، الصفحة 191 من سورة التوبة والآية 27، الآية 27 من سورة التوبة التي أولها: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. استعنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،
وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. سبحانه وتعالى. طبعا لاحظتم لما بدأنا التلاوة تعوذت بالله من الشيطان الرجيم ثم بسملت، مع أننا نقرأ في سورة التوبة. أذكركم بما قلنا في أول السورة أنه في بداية سورة التوبة لا تصح البسملة، وهي ليست مكتوبة في المصحف الشريف، لكن في خلال سورة التوبة يعني في أثنائها كما في حلقتنا اليوم، هل يبسمل أو لا يبسمل؟ إمامنا ابن الجزري رحمه الله قال لم أجد من نص على ذلك، لكن يحتمل، قال يحتمل أن يبسمل في خلالها، لكن نهي فقط عن أولها، لأنها كما ورد نزلت بالسيف، يعني نزلت بالبراءة من المشركين. بينما هنا المقطع الذي بدأنا به تلاوتنا اليوم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، فالمقطع فيه توبة وفيه غفور رحيم، فيناسبها أن نبسمل، فمن بسمل لا إشكال، ومن لم يبسمل أيضا فعله صحيح. بالنسبة لهذه الصفحة ننبه على بعض الأشياء. عندنا بارك الله فيكم الوقف على الهمزة الساكنة إن كانت مسبوقة بألف، مر معنا في الآية 27 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، انظروا يشاء، الآن أنا أنطق ألف وفمي مفتوح ثم أريد أن أنطق همزة ساكنة، يشاء، كيف أنطق الهمزة الساكنة؟ أمر بسيط جدا، ما هو؟ قفل الوترين الصوتيين في الحنجرة، بس إذا تلاقى الوتران الصوتيان في الحنجرة انقفل الصوت وانقطع الصوت وخرجت الهمزة، ليست بحاجة إلى مزيد يعني مبالغة. انظروا هكذا الصواب، على من يشاء، يشاء فقط، ما في داعي مثلا نقول يشاء هكذا الصوت لا ينتهي إلى همزة، هذا غلط، والغلط المقابل المبالغة في ذلك، يشاء مثلا الضغط الزائد هذا ورفع الصوت ما له داعي، كل شيء باللطف يكون أولى. كذلك في الآية التي بعدها الآية 28 إن فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، أيضا إن شاء، شاء فقط، نقفل الوترين الصوتيين بلطف فتخرج الهمزة. أيضا انظروا في الآية 29 ولا يحرمون ما، هذا بسموه أيها الإخوة يعني تخليص الحروف، تخليص الحروف، الحروف العربية منها مفخم ومنها مرقق، ولما نتكلم أو لما نقرأ القرآن لا تأتي حروف مفخمة كلها على حدة وحروف مرققة على حدة، لا، هي تتداخل هكذا، فلما تتداخل الحروف يأتي مفخم بعده مرقق والعكس، لابد من أن نعطي كل حرف من هذه الحروف حقه، هكذا المقطع. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ما، انظروا ما ح، هذا المقطع كله مرقق، ما حر، الراء المشددة مفخمة، ما حرم، الميم بنرجع منرقق،
ما حرم الله، لام لفظ الجلالة مفخمة، اللام المشددة، والألفة ما حرم الله هو الهاء مرققة، ورا البعد منها الواو العطف مرققة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، سو السين مرققة. إذا ما أعطينا كل حرف حقه سوف يتغير الحرف، قد يتغير إلى صورة لا وجود لها، مثل إذا قلنا مثلا وا وا، العرب لا تفخم الواو، وقد يأتي إلى صورة لها وجود، السين مثلا ورسو، السين هذه إذا تفخمت صارت صادا، بصير ورسوله ورسو، فهذا ما يصح. إذن بالتدريب باللطف كله يأتي، لا كل الموضوع بحاجة إلى تدريب. ما حرم الله ورسوله. انتبهوا إلى كلمة صاغرون في آخر الآية 29 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الصاد من حروف الاستعلاء والإطباق، وهي مفخمة ومفتوحة وبعدها ألف، يعني في أعلى درجات التفخيم، وكنا قد درسنا درجات التفخيم في الماضي، مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء درسناها في الماضي في برنامجين هذا وفي برنامج كيف نقرأ القرآن. ص ص غي، الغين بعدها هي من حروف الاستعلاء لكنها مستعلية غير مطبقة، هذا أمر. الأمر الثاني مكسورة، والكسر دائما يضعف الحرف، فغي هي في أقل مراتب التفخيم بدون مبالغة، هكذا غي غي كما يتكلم الناس، غي صاغي صاغي، ولا نقول بعض إخواننا الله يهديهم ببالغوا بيقولوا صاغيرون غي، ليش بيقول لك هذا حرف استعلاء؟ وإذا حرف استعلاء هو مكسور والكسر أضعفه، صاغي حتى ممجوجة، يعني حتى في السمع ممجوج أن يسمع الإنسان صاغي، إيش هذا؟ ما هكذا، ما هكذا يقرأ القرآن. صاغيرون غي غي هكذا بالطريقة المعتادة. أيضا ننتبه إلى قوله تعالى في الآية 30، وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير آخرها تنوين، والتنوين ما هو؟ نون ساكنة، عزير، انظروا عزير نون ساكنة لكن بعده ساكن اللي هو الباء من كلمة ابنه، فاجتمع عندي في النطق ساكنان، التنوين اللي هو النون الساكنة يعني والباء، فالعرب لا تجمع بين ساكنين، فإن وجد ذلك في كلامهم حركوا الأول، فعزير شو بتصير؟ بتصير عزيروني، النون الساكنة تكسر اللي هو التنوين يعني، فتصير عزيروني عزيروني بنو نيبنو بكل لطف. وقالت اليهود عزير ابن الله. نعم، عزير على فكرة هذه الكلمة من العرب من ينونها كما نطقتها أنا الآن عزير، وهكذا قراءة عاصم، ومن العرب من لا ينونها، يعني بيعاملوها معاملة ما يسمى الممنوع من الصرف، شوية نحو هذا ما ليسامحونا. ما هو الممنوع من الصرف؟ لا يأتي عليه التنوين ولا الكسرة، لا التنوين ولا الكسرة، يعني مثلا خذوا كلمة إبراهيم، إبراهيم منقول جاء إبراهيم، ما نقول إبراهيم، رأيت إبراهيم، ما نقول رأيت إبراهيما، لا ينون، مررت بإبراهيم ولا نقول مررت بإبراهيم، فالممنوع من الصرف أولا لا ينون، وثانيا لا تأتي عليه الكسرة، هذا معنى الممنوع. فمن العرب من يعامل كلمة عزير هكذا، عزير بن الله، يقرأ عزير بن الله، وعلى ذلك جاءت قراءة نافع، من يشاهدنا الآن من إخواننا في بلاد المغرب العربي سواء في تونس أو ليبيا أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا، كل هذه البلاد منهم من يقرأ على رواية قالون ومن عن نافع، ومنهم من يقرأ على رواية ورشا عن نافع، نافع رحمه الله روى لنا هذه الكلمة عن أشياخه عزير بن الله بدون تنوين، عاصم رحمه الله رواها لنا عزير بن الله، وهذا صحيح وهذا صحيح، وهذا مروي وهذا مروي، وقل كل من عند الله، ونحن أمرنا أن نقرأ كما علمنا، فلما نقرأ على رواية حفص نكسر التنوين فنقول عزير بن الله.
نعم. انتبهوا للآية 30، ذلك قولهم. لما يأتي حرفان من مخرجين متقاربين ممكن الفم يعني ما ينتبه أو يأتي بأصوات غير صحيحة. ذلك قا لك قا، الكاف لو قلنا أك أك أك، القاف أق أق أك أق، المخارج متقاربة، القاف بعدها الكاف على طول. فلما يأتي هذان الحرفان في النطق علينا أن نبين الكاف من القاف هكذا، ذلك قا لك قا، فنعطي الكاف حقها من الاستفال والترقيق والقاف حقها من الاستعلاء والتفخيم. بهذا نكون قد يعني أعطينا كل حرف حقه، وهذا هو علم التجويد. ما هو علم التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه، هذا هو بس، ما في كلام كثير. يعني ما قلته عن تقارب الحروف أيضا يكون في تماثل الحروف، كما في قوله تعالى في الآية 30 بأفواههم هي هي، انظر إلى توالي الهائين هي هي، فأيضا الفم إذا تركناه على هوا ممكن يقول بأفواهيم، اسمعوا أفواهيم إيم، يعني تدخل الهاء في الهاء التي جنبها التي تليها يعني. فعلينا أن نبين كلتا الهائين، فنقول بأفواههم هيهم بكل لطف. خلاصة الكلام كله، تلاوة القرآن مبنية على ما نقل لنا من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وكل الأحكام نستطيع أن ننطقها بشيء اسمه التدرب، ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل طالما أن هناك بشر ينطق الحروف صحيحة فنحن نستطيع أن نكون كذلك. الفرق بيننا وبينهم أمرين، الأمر الأول دراسة الأحكام نظريا من مخارج وصفات، الأمر الثاني التدرب عليها عمليا. هذه هي أهم الملاحظات في هذه الصفحة، وإن شاء الله تعالى نأخذ فاصلا ثم نتابع بكتاب التبيان، فحياكم الله بعد الفاصل. وجداني إليك دائما يا كتاب الله، وجداني إليك دائما يا كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا أيها الإخوة الكرام قد وقفنا في الحلقة الماضية في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله، في أثناء فصل من فصول الكتاب عنوانه فصل في اختيار أفضل أوقات الشيخ وفي الصبر على العلم. أما الجانب الأول اللي هو اختيار أفضل أوقات الشيخ تكلمنا عنها ولله الحمد في الحلقة الماضية، ووقف بنا الحديث على الصبر على العلم. الصبر هو حمل النفس على المكاره. ما هو الصبر؟ حمل النفس على المكاره، يعني الإنسان نفسه تكره أشياء فيحملها، كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني النفس لا تريد وأنا ألزمها بذلك. فالصبر على العلم يعني حمل النفس على العلم، يعني بحاجة إلى عدة أشياء، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى إعمال الذهن، بحاجة إلى كتاب، بحاجة إلى أستاذ يفهمني ما في الكتاب. فهذه كلها أشياء تحتاج إلى صبر، وإلا ما ممكن الإنسان يتعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. نعيدها، من لم يصبر على ذل التعلم، طبعا الذل هو بمعنى خفض الجناح، خفض الجناح، مو الذل اللي هو يعني ضد العز، العلم يعني ذلهم بمعنى خفض الجناح. انظروا إلى موسى عليه السلام، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما ولم تحدث لبشر غيره، وأنزل عليه التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، إنا أنزلنا التوراة إلى آخر الآيات، ومع ذلك لما أراد أن يتعلم من الخضر ذل له وتواضع وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أرأيتم؟ لم يقل له عليك أن تعلمني، عليك أن أنا موسى كذا، لا، ما هكذا. الذي يتعلم لابد أن يخفض جناحه لمن يعلمه. قال الإمام النووي ومن صبر عليه، يعني صبر على ذل التعلم اللي هو خفض الجناح، يعني آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. آل يعني تحول وصار،
آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا، العزين، عز الدنيا وعز الآخرة. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس طبعا هو عبد الله ابن عباس أو عبد الله ابن العباس. في أسماء العرب تضع لها ألف ولام في الأول، وأحيانا تنطقها بدون ألف ولام، يعني نقول مثلا حسن ونقول الحسن، نقول حسين ونقول الحسين، نقول براء ونقول البراء، نقول عباس ونقول العباس. فعبد الله بن عباس أو عبد الله بن العباس كله صحيح رضي الله عنهما. لماذا نقول عنهما؟ لأنهما شخصان، عبد الله وأبوه العباس. أما العباس رضي الله عنه فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ولده، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من صغار الصحابة. ما معنى من صغار الصحابة؟ يعني الجيل الثاني. الصحابة رضي الله عنهم أصحاب رسول الله، في منهم جيل كبار في السن مثل أبو بكر، مثل عمر، مثل أبي بن كعب، مثل زيد بن ثابت، عثمان بن عفان، هؤلاء كبار الصحابة. وفي صغار الصحابة كانوا جيل شباب، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، منهم عبد الله بن عمر، منهم عبد الله بن عباس، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الجيل جيل شباب من الصحابة. فلذلك لما يأتي ذكر واحد من هؤلاء مع أبيه ويكون هو وأبوه قد أسلما، فنقول رضي الله عنهما. نعود إلى العبارة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا قال؟ ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. هنا محقق كتاب التبيان جزاه الله خيرا ذكر قصة من عند الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وفي مسند الدارمي أيضا، والخطيب البغدادي في جامع الجامع الأخلاق الراوي والسامع، وعدة مصادر أخرى ذكر متى قال ابن عباس هذه القصة. قال رحمه الله، من المتكلم الآن؟ سيدنا عبد الله بن عباس. قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوها، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، قلت لرجل من الأنصار، يعني زي ما بيقولوا صديقه أو زميله، كلاهما شبابة يعني شباب، هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل يعني نتعلم منهم، فإنهم اليوم كثير. يعني شوف ابن عباس رضي الله عنهما ذهنه وقاد، نظره بعيد، إنه هن اليوم كثر، لكن البقاء لله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله قبض، فهؤلاء الصحابة الكبار سيأتي عليهم يوم ويقبضون، فعلينا أن نغتنم وجودهم. تعال لنسألهم، هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال الأنصاري، وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ يعني إن شاء الله نفكر بكرة الناس حيجوا يسألوك وحيتركوا هدول الصحابة الكبار. ابن عباس رضي الله عنهم كان نظره أبعد. قال، أي ابن عباس، فترك ذاك، أي الشاب الأنصاري، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، ما كذا، يسأل فلان ويسأل فلان من كبار الصحابة وهم يجيبونه. هكذا العلم أيها الإخوة، العلم مثل حبات المطر، المطر لما تنزل إلى السماء حبات، لكن لما تجتمع تشكل بحيرة، تجتمع تشكل نهرا، تجتمع تشكل بحرا. وهكذا العلم، العلم مسائل، إذا اجتمعت عند فلان بكثرة السؤال وبذل الأوقات وبذل الجهد يصبح عالما، وإلا ما أحد نزل من بطن أمه عالما، كلنا جئنا جهالا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال ابن عباس، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل، يعني يقال لي فلان عنده حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة يعني، يقول ابن عباس، فآتي بابه وهو قائل. ما معنى قائل؟ يعني نائم نومة القيلولة، القيلولة قبيل الظهر، قبل الظهر، بعض في ناس تقيل قبل الظهر، في ناس تقيل بعد الظهر، بيسموها وقت القيلولة، وهو قائل يعني وهو في مرحلة القيلولة.
فأتوسد، يقول ابن عباس فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، يعني حتى ما يوقظ للصحابي، مو انه بدق الباب وهو عرفان انه نايم جوا، فبس بيغطي وشه من الرمل والريح تسفي عليه التراب، فينتظره حتى يستيقظ لوحده، فيخرج يعني الصحابي فيقول يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك، ألا أرسلت إلي فآتيك، يعني أنت جاي، يا ريت قلت لي كنت أنا جيت عندك. كل هذا احتراما لقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول ابن عباس عم يقول فأقول أنا أحق أن آتيك. انظروا إلى هذا الاحترام المتبادل، كبار الصحابة يحترمون عبد الله بن عباس على صغر سنه لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يحترم كبار الصحابة لأنهم أصحاب رسول الله، حضروا ما حضروا وسمعوا ما سمعوا وحفظوا ما حفظوا وشهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس لذلك الصحابي أنا أحق أن آتيك، أرأيتم؟ فأسأله عن الحديث، ابن عباس يقول فأسأله عن الحديث، قال فعاش ذلك الرجل الأنصاري. من الرجل الأنصاري؟ الشاب الذي قال له ابن عباس تعال نسأل أصحاب رسول الله، قال له عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يعني يسألونك ويتركون أصحاب رسول الله؟ ومرت الأيام أيها الإخوة، وبدأ أصحاب كبار أصحاب رسول الله ينتقلون إلى الرفيق الأعلى رضي الله عنهم أجمعين واحدا بعد الآخر، وإذا بالزمن لا يتوقف، وإذا بابن عباس رضي الله عنه يصير مصدرا في المجتمع الإسلامي، تقصده الناس لتسأله. لو لم يغتنم شبابه ويذهب إلى كبار الصحابة ويطلب على يديهم العلم، ما كان وصل إليه العلم الذي يجعل الناس يأتون إليه. قال ابن عباس فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول هذا الفتى أعقل مني، هذا الفتى الأنصاري يقول هذا الفتى أعقل مني. إذن أيها الإخوة الكرام العاقل، أيها الشباب، يا من يسمع كلامي، اغتنموا الحياة وأنا معكم، واغتنموا مرحلة الشباب، هذه أنا ذهبت مني بقيت عندكم، أنتم اغتنموها، كنت مثلكم والله ما كان في وجهي ولا شعرة، ثم خرجت شعرة أو شعرتان ثم ثلاثة حتى صار لي لحية ولكن سوداء، ثم مرت الأيام فبدأ الشعر الأبيض واحدة واثنتين وثلاثة ثم زادوا حتى صرت كما ترون. أتظنون أنكم لن تمروا بهذه المراحل؟ ستمرون، هذه سنة كونية، لكن العاقل من يغتنم، العاقل من يغتنم شبابه بدل أن يقول يا ليت لا تفيد شيئا. قال تعالى وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. فاللهم ارزقنا اغتنام ما بقي من أعمارنا، اللهم ارزقنا اغتنام وقت الشباب، اللهم ارزقنا اغتنام الملكات الذهنية، الشباب يكون ذهنهم وقاد، الخلايا الدماغية نشطة لحفظ المعلومات وإدراك المسائل. لكن إذا كبر الإنسان وبدأ كل أعضاء جسمه تضعف كلها بلا استثناء، منها الذهن، ما يسمى بالكلل الذهني، ويبدأ الإنسان يعني يصعب عليه استحضار المسائل، ويبدأ الإنسان ينسى. الله يديم علينا وإياكم الملكات. فنصيحتي لمن يسمعني من أبنائي وبناتي، يا أيها الأبناء ويا أيها البنات، اغتنموا فترة الحياة واغتنموا فترة الشباب واغتنموا الفراغ. أنتم الآن في فراغ، مو مطلوب منك شيء، من كان منكم في المرحلة الإعدادية، في المرحلة الثانوية، بل وفي المرحلة الجامعية، أهلك لا يريدون منك ولا يريدون منك يا ابنتي إلا الدراسة، وهذا معروف عند الأهل. أنا ما أبغى منه يقول إلا أن يدرس، لا أريد منه إلا أن يدرس، أو من البنت إلا أن تدرس، لأن يعني أمنوا لكم كل شيء. فاغتنموا الفائض من الأوقات فيما يعود عليكم بالنفع، سواء النفع الدنيوي أو النفع الأخروي، قبل أن نقول يا ليت ويا ليت. نعود إلى كتاب التبيان. قال الإمام النووي فصل في الحرص على العلم، ومن آدابه المتأكدة، آدابه يعني آداب العلم، أن يكون حريصا على التعلم. طبعا إذا الواحد مو حريص كيف بده يتعلم؟
ما ينال العلم إلا الحريص. أما اللي العلم بالنسبة له هم وغم وما بيصدق إمتى، ما بيتعلم. إذا لم تكن عاشقا للعلم كيف تتعلم يا أخي؟ مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، في الأوقات يعني، ولا يقنع بالقليل منه مع تمكنه من الكثير. يعني يا ابني إذا بيطلع بيدك تحفظ باليوم صفحة من القرآن، ما تحفظ آيتين، لا تحفظ نصف صفحة، خذ الصفحة طالما هذا في إمكانك. لكن إذا كان كثير عليك لا تأخذه. لكن يعني انتبهتوا، يعني لا تشتغل بالطاقة الدنيا تبعك، اشتغل بالطاقة التي هي يعني وسط، لا أنك ترهق نفسك ولا كمان عندك قدرة وعم تضيع الوقت. إذا نعود كما قال النووي، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، وبالمقابل ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. انتبهنا؟ يعني لا هكذا ولا هكذا، مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. طبعا أيها الإخوة، يعني ربنا جل جلاله يعني خلق الناس بقدرات متفاوتة، خلق الناس بملكات متفاوتة. هذا ملكاته الذهنية يعني محدودة، هذا ملكاته الذهنية قوية، هذا يعني قوة الحفظ عنده شديدة، هذا قوة الحفظ عنده متوسطة، هذا إدراك المسائل عنده قوي، هذا إدراك المسائل عنده صعب. يعني أنا أعرف كثير من الناس يجالسون العلماء مجالسة، فقط مجالسة. فإذا قلت يلا نأخذ الدرس بيقولك والله عن إذنك، والله عندي موعد، يلا بنستأذن منكم. ما بيحسن يصبر، يعني عود معه ساعة وساعتين تتكلم في الأمور المباحة وما عنده مانع يجلس. لكن إذا قلت درس علم يصعب عليه ذلك. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف. لذلك ورد في الأثر أغدو عالما أو متعلما أو محبا. ما بيطلع بيدك تكون لا هذا ولا هذا. طب حب يا أخي، على الأقل أحب العلماء. أو مستمعا، يعني لما بيجي اسمع، قلبت في التلفزيون طلع عالم عم يتكلم من العلماء، الشيخ الشعراوي الله يرحمه ولا غيره، اسمع يا أخي، يمكن عبارة قالها هذا العالم تغير حياتك كلها. عبارة واحدة، الإمام الغزالي الله يرحمه لما كان شاب كان حاطط كتبه في كيس ومسافر، فخرج عليه قطاع الطريق وأخذوا من القافلة كل شيء بما فيها كيس الكتب تبع الإمام الغزالي، كان لساته شاب. فذهب إلى رئيس القطاعين الطريق وقال له إن رجالك أخذوا كيسي فيه كل علمي. فضحك رئيس العصابة وقال له ما هذا العلم الذي في كيس؟ إن ضاع كيسك ضاع علمه. ثم التفت فقال أعطوه كيسه، لكن أعطوه كيسه، لكن هو أثرت في هذه العبارة. قال فأخذت الكتب وذهبت إلى البيت فجلست حتى دخلت معي إلى الحمام. الإيش الكتب يعني؟ يعني بمعنى حتى حفظها، بحيث لو ضاعت الكتب علمه فين؟ علمه في صدره. شوفوا، يعني استفاد من عبارة قالها رئيس عصابة، تصوروا. فإذا وجدت عالم من العلماء يتكلم في مقطع فيديو أرسل لك على وسائل التواصل في التلفزيون، اسمعه يا أخي، قد عبارة تغير حياتك كلها إلى الأحسن وإلى الأفضل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم البركة، آمين رب العالمين. نقف عند هذه العبارة من قول الإمام النووي، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية، من أراد أن يقرأ من الصفحة التي تلوناها اليوم، أو إن كان عنده سؤال في علم التجويد أو الوقف والابتداء أو ما شابه، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وجداني إليك دائما يا كتاب الله، وجداني إليك دائما يا كتاب الله. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. هذا القسم من برنامجنا مخصص لاتصالاتكم الهاتفية، ومعنا الأخت رحمة من الجزائر. تفضلي أختي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا بنتي. أهلا أهلا، حياك الله، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. يلا تفضلي اقرأي من هذه الصفحة. نحن نقرأ برواية ورش من طريق الشاطبية بتوسط البدن. الله أكبر. طيب ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله يا بنتي رحمة. بارك الله فيك يا رحمة، بارك الله فيك. أخوك يوسف بده يقرأ؟ نعم. طب بسرعة يلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ابني يوسف، اقرأ من أول الصفحة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، الآية 27. أقرأ من سورة النبأ. نبأ، طيب ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. بارك الله فيك يا يوسف، كافي حبيبي كافي، جزاك الله خير ما شاء الله. إن شاء الله تتحسن تلاوتك أكثر وأكثر وتصيل مثل أختك رحمة إن شاء الله. بارك الله فيكم ونعم الأولاد أنتم.
معنا الأخت حورية من الجزائر. ألو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي. أقرأ. تفضلي اقرأي. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. من بداية الصفحة. من بداية الصفحة، ما في مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. أختي حورية، اقفلي صوت التلفزيون لو سمحتي. اقفي صوت التلفزيون واسمعيني من سماعة الهاتف. اتفضلي. ثم يقال من بعد ذلك من يشاء والله غفور رحيم. اختي حورية، مع الاسف الاتصال رديء ولا أستطيع أن أحكم على تلاوتك، الله يسلمك. يا ريت تتصلي مرة ثانية، إما في هذه الحلقة إن كان بقي وقت أو في الحلقة القادمة. شكرا لك. معنا الأخ فوزان من سريلانكا. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، حياك الله يا أستاذ. اتفضل، الله يبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يا أخي يا فوزان، الله يرضى عليك. نعم. لما تخفي النون عند الشين، اذهب هيئ فمك على مخرج الشين هكذا، إن شاء. أي. فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. بارك الله فيك يا أخي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن انتبه لما نبهتك عليه والباقي كان جيد، زادك الله توفيقا أخي. معنا أمة الله من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي مشان الوقت، تفضلي. قرأي من أريد أن أقرأ سورة الفاتحة وتصحيح لي. طيب الفاتحة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كسرت مالكي، اصبري مالكي، لا تطوليها، لا تقولي مالكي يوم الدين، قولي مالكي يومي على طول. مالكي يوم الدين،
مالك يوم الدين. هذه أحسن. مالك يا على طول. ليك يا ليك يا مالك يوم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. لكن الضاد بحاجة إلى تدريب. الضاد ليست ضاء. المغضو ولا الضاء. انت تابعين في البرنامج أختي الكريمة تتحسن قراءتك، زادك الله توفيقا. معنا الأخت رحاب من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا بنتي، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بارك الله فيك يا ابنتي، ما شاء الله تلاوتك ممتازة جيدة منضبطة، دقائق الأحكام ظاهرة فيها، جزى الله من علمك كل خير. بارك الله فيك يا ابنتي. معنا أخونا محمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا ابني، اتفضل، الوقت ضيق معانا شوي. قرأ وقالت اليهود عزير بن الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير بن الله. وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك الله فيك يا محمد، قراءتك جميلة جدا يا ابني. حافظ القرآن أنت؟ نعم شيخ. كله؟ نعم
نعم اي الله يرضى عليك، الله يزيدك توفيق يا ابني، الله ينفعك وينفع فيك، حاول ان تستزيد من العلوم التي نشأت حول القرآن الكريم كالنحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم عد الآي وعلم الوقف والابتداء وعلم رسم المصاحف وعلم ضبط المصاحف، ليس كلها في يوم وليلة لا، لكن اجعلها خطة، خطة في حياتك تمشي عليها، قد تأخذ هذه الخطة 20 سنة. فهمت علي يا ابني؟ لكن نصيحتي لك أن تستزيد من علوم القرآن التي بها يفهم القرآن، بها يفهم القرآن. جزاك الله خير محمد. أخونا محمد من الجزائر بتلاوته نأتي إلى ختام هذه الحلقة. قبل أن نختم بس ألفت انتباهكم إلى شيء في الآية الأخيرة التي قرأناها، انظروا مولى الجليل سبحانه وتعالى ماذا قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ولم يقل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله، فصل بين الأحبار والرهبان وبين عيسى ابن مريم، مع أن هؤلاء النصارى جعلوهم كلهم أرباب، الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم. لماذا فصله؟ لأنه لا يرضى بفعلهم، بينما الأحبار والرهبان راضون بفعلهم. انتبهتوا؟ هذا معنى بلاغي، معنى بلاغي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا والمسيح ابن مريم. إيش يعني والمسيح؟ يعني ربا، وكان ممكن يجيب الثلاثة مع بعض، لكن عيسى لا يرضى بهذا، بينما الأحبار والرهبان يرضون بهذا، لذلك نزهه أن يذكر معهم في السياق نفسه. كل ما تعمق الإنسان بعلوم القرآن تفتقت له من المعاني التي أرادها الله. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور بصرنا وبصائرنا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي، من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو، أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظه يا كتاب الله، حتى تقول يوم الحساب رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان الله.